يناشد سكان حي تعاوني سليماني أو ما يعرف حاليا بحي 471 قطعة بولاية برج بوري الريج وللولاية بإلقاء نظرة على حيهم بعدما خلفته الاضطرابات الجوية به وتماطل السلطات في إتمام مشروع تزفيت الطرقات. أكثر تفاصيل في ميكروفون حسام الدين بن عثمان. كل ما تصب الامطار هكذا مكان اللي عنده بوط ولا عنده كذا يتهرب اللهم بارك، ما كانش ما تلقاش كيفاش تمشي هاك تشوف بعينك. نورمالمون هذه قبل ما يبنيو نورمالمون تكون طريق يكون كيما نقولوا تروطوار، تكون حوايج اللي قبل ما يمدوا البنيه هذه لازم يكونوا مخدومين. هم كاين واحد اللوتي سمعت انا شفتهم في مجانا، شفتهم من هيه باه عطاوهم الارض حتى نخدموا لهم كلش. انا نعاني وفوق اللازم هاك تشوف هنا راه مليح، هنا وعندنا شويه تشوف لتحت جهه الواد راهي كارثه عظمى والله. ما تقدرت وخاصه الاولاد، درك عندي اولاد والله غير جاو هكذا ما تقدرش هاك تشوف الصوره هي تعطي كلش. انا في كارثه، اللي ما يلبس بوط ما يقدرش يخرج من داره، هذه انا في كارثه. لوتيزمون هذه تاع ولد سليمان شاري بالعقد بلي ريدفونس، هذيك لا غاز ليتريسيتي لا ما، الغاز جبناه بصواردنا في سونتر فيل. هاك في سونتر فيل ما كانش 200 متر في السبيطار وسونتر فيل، انا في وسط ولادنا يروحوا مسخين يجوا مسخين، طوموبيلاتنا راهم مسخين، ديورنا الصيف كلنا الغبار، الشتاء كلاتنا الطين، احنا رانا ما لقيناش وين نروحوا. ندعو ربي سبحانه ونوجهوا نداء الاستغاثه للسيد الوالي، سيد الوالي ارواح شوفنا، رانا تهلكنا، رانا في عصر، رانا في مدينه الالكترونيك، ماناش في الدوار ماناش في الجبل، نمشيو بالبوط. حنا نتمناو السيد الوالي يجي يشوفنا، باسكو راه كاين مقاول راه معين هنا، يجي يشوف وراه الاشكال ويديروا لنا حل، باسكو رانا الله غالب، الناس كل راهي حاطه ديارها للبيع، فيلات بالملاي رانا حاطين افوندر ورانا هاربين.